في السنة الخامسة ابتدائي، وأشكر الدك الوطني على المبادرة والمجهود الذي قدموه لنا لكي يحمونا من مخاطر السير. أيوب، أشكر الدك الوطني على تعليمنا على قواعد المرور والمشي على الرصيف. أن أحمي نفسي من مخاطر الطريق. والحمد لله أن أتى الدرك الوطني لكي يعلمونا إشارة المرور، ويجب متى وعلمونا أن متى يمكننا المرور. أن يجب دائما أن نلتزم بقواعد المرور ونحترمها. في إطار اختتام مشروع رخصة الأطفال، رخصة الراجل للأطفال المتمدرسين، وتزامنا مع اختتام هذا المشروع بولاية تمرست مع عيد العلم، ارتأت قيادة الدرك الوطني أن تبرمج هذا الحفل تكريما للأطفال الذين شاركوا معنا طيلة 6 أسابيع، تلقوا من خلالها دروسا حول كيفية التعامل أثناء تنقلاتهم بصفتهم الأكثر عرضة لحوادث المرور والعجز.